للحديث أكثر عن أغلاق سوق الأسهم السعودية انضم معنا عبر الهاتف محلل أسواق المالية فيصل البوغمي. حياك الله سيد فيصل، وطاب مساءك. يعني أداء سلبي نوعا ما يشهد السوق خلال تداولات اليوم في ظل الارتفاع الإيجابي خلال السبع الأسابيع الماضية، تعليقك اليوم على يعني تقريبا جلستين فقط تفصلنا عن نهاية جلسات الشهر الحالي. مساء الخير لك وللسادة المشاهدين، وبسم الله الرحمن الرحيم. السوق طبعا أغلب الأسهم في القطاع المالي على تراجع، كانت على ارتفاعات واضحة في الأسابيع الماضية. السبع أسابيع الماضية كانت خضراء جميلة بالنسبة للسوق الأسهم السعودي، وأعطى المؤشر العام إلى 9300 نقطة اليوم، وحقق هدف الموجة الصاعدة اللي كونها تقريبا من خمس أسابيع ماضية، بدعم من النتائج الإيجابية التي حصلت عليها أغلب الشركات بالذات في القطاع المالي، والشركات الرابحة أيضا في الريتيل سيكتر في قطاع التجزئة. أيضا بشكل عام السوق حقق قمته، ومنطقي أنه يعني يتراجع من هذه النقاط من 9300 اللي من صالح السوق أنها بعد الارتفاعات اللي حصل عليها الفترة الماضية أنه يعني يتراجع. و نعم سيد فيصل، دعني أبقى معك مع النتائج. يعني اليوم كان عندنا نتائج شركة سابك كان عليها تراجعات ب 38% خلال الربع الأول من هذا العام. كيف تقرأنا الحركة الإيجابية على أداء السهم في ظل أيضا، وكيف تقرأنا النتائج السلبية اللي شاهدناها خلال الربع الحالي؟ طبعا شركة سابك أنا أعتقد الربع الأول النتائج يعني المؤثر عليها الأول اللي هو أسعار النفط في بداية الربع كانت منخفضة. الارتفاعات اللي في أسعار النفط يعني أتت في الشهر الأخير تقريبا من الربع الأول، من شهر تقريبا وأكثر من شهر. أنا باعتقادي أن الربع الأول هي النتائج حاليا غير مطمئنة، ولكن إذا استوعبنا أسعار النفط أنها في ارتفاع وأن الارتفاع حصل في آخر الربع الأول، ستعالج هذه البيانات في الربع الثاني إن شاء الله. والقطاع قطاع البتروكيماويات هو نامي بشكل عام، شركة سابك عندها مجموعة من الشركات تديرها، وباعتقادي أنه الربع الثاني إن شاء الله هتكون النتائج إن شاء الله إيجابية أكثر وأكثر من المتوقع، ولذلك السعر سيتفاعل صعودا بانتظار النتائج الإيجابية إن شاء الله في الربع بإذن الثاني. الله. بالحديث أيضا على القطاع المصرفي، اليوم كان عندنا نتائج بعض الشركات للقطاع، البنك العربي انخفاض ب 13% خلال الربع الأول من هذا العام، أيضا البنك السعودي الاستثمار هو الآخر أيضا أعلى انخفاض أرباحه. وكيف تقرأ نتائج البنكين بعد العنات الإيجابية لربما لبعض شركات القطاع البنكي خلال الأسبوع الماضي؟ طبعا البنك العربي وبنك السعودي الاستثمار تعثروا في السنة الماضية في من هيئة الزكاة والدخل، والمبالغ اللي دفعت أثرت على حجم السيولة الموجود في البنكين للإقراض والاستفادة من الكاش. يعني أثر عليهم طبعا هذا الربع، نتائجهم جت أقل من التوقعات. بشكل عام القطاع المصرفي إيجابي، ولكن ماخذين في عين الاعتبار يعني المشكلة اللي في العام الماضي، وإحنا لسه في بداية السنة في نتائج الربع الأول، وأنا أعتقد والله العالم أنه هيكون فيه زيادات في حجم الودائع المستثمرين في البنوك السعودية. نعم فيصل البوغمي محلل أسواق المالية، كنت معي من الرياض، شكرا جزيلا لك.